شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في اليوم الثاني من أعمال قمة المستقبل المنعقدة بنيويورك. ألقى أبو الغيط كلمة أكد فيها أن مجلس الأمن بشكله الحالي لم يعد يعكس حقائق عالم اليوم، وأنه لم يعد يخدم أهداف العمل المتعدد الأطراف على نحو فعال ومؤثر في النزاعات القائمة. الجميع صار مقتنعا بأن مجلس الأمن بشكله الحالي لم يعد يعكس حقائق عالمنا اليوم، ولم يعد يخدم أهداف العمل المتعدد الأطراف على نحو فعال ومؤثر في النزاعات القائمة. مثال آخر على ذلك كيف ظل الاعتداء الإسرائيلي متواصلا لشهور على غزة، قتلا وتدميرا وتخريبا وتجويعا وتشريدا، دون أن يتمكن المجلس من التوصل لقرار، وعندما صدر القرار لم يتمكن المجلس من إنفاذه للأسف حتى اليوم. واليوم جاء الدور على لبنان. إن المنطقة العربية تعاني سيادة الرئيس، وعلينا أن نعمل جميعا هذه المنظومة والمجتمع الدولي من أجل إنقاذ الوضع في الشرق الأوسط، وإلا توسع الصدام و اهتز الاستقرار والسلام.